ورجع لكم مرة تانية وإنبوكس برجك إيه مع خبيرة علم الفلك والأبراج سابي. والنهاردة نتكلم في موضوعنا كده عن الأبراج، عن الوداع ولحظات الوداع. يا ترى مين اللي بيفرق معاه لحظات الوداع ومين برضه ما بيفرقش معاه وقوي شويتين ثلاثة؟ يا سابي أخبارك إيه؟ أخباركم أنتوا إيه؟ إزيك يا سابي؟ الحمد لله. أخبارك حلو؟ كل سنة أنت طيبة. وأنت طيبة. عاملة إيه؟ عيد سعيد عليك يا رب وعلينا كلنا إن شاء الله. طيب زي ما فاروق قال لك كده، هنتكلم النهاردة عن الأبراج والوداع. إيه الأبراج اللي بيفرق معاها الوداع وبتعيط وبتتأثر بتعمل دراما، وفي أبراج كده بتبقى يعني بتبقى جامدة شوية لما بتيجي تسيب أو لحظة الفراق. طب نتكلم عن البنات الأول ولا الولاد؟ لا نتكلم عن الولاد ونختمها بقى بالبنات ختام. أنا نفسي أشوف حاجة العكس هنا. نتكلم على برج الحمل. ولد الحمل هو أساساً بيحب يهول المواضيع شوية، أوكي؟ فلما بيجي يعمل يبقى فيه وداع في حياته سواء أصدقائه أو حبيبته أو أي حاجة، بيهول مواضيع وبيمشي، بيبقى عايز يقول لمصر كلها أو للدنيا كلها إن هو ساب وإن في مشكلة وبتاع، بس دايما ما بيجيبش الموضوع عليه هو، بيحكيه بطريقته هو. يعني دايما رجل الحمل بيحكي الموضوع بطريقته هو، أوكي؟ بس هو بيبقى من كتر ما هو عشان حساس قوي، أوكي، وعاطفي بزيادة، فدايما بيبقى عايز كل اللي حواليه يتعاطفوا معاه، أوكي، وبتفرق معاه مع موضوع الوداع سواء في الصحاب أو في الحبيب. نيجي لبرج الثور، العائل بيبقى من جوه بيتقطع جدا في الوداع بس ما يبينش، أوكي، دايما بيحب يدي انطباعات غير، بيدي رياكشنات وانطباعات غير، بيبقى عنده هنا بتبقى عنده الأنا بتعلى او كرامته بتبقى عاليه جدا 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 طاغي اكتر جدا، اوكي، فبيدي دايما ايحاء غير ان مش فارق وان عادي وان هو مش متضايق وانه مش تعبان، بيبقى عكس كل ده بس داخليا ما بيبينش ده، وطول الوقت بيشتغل على نفسه في ان هو يبين عكس اللي جواه، اوكي. نيجي لرجل الجوزاء، نفس الحكايه، ما بيحبش يبقى هو اوريدي، ما بيحبش يقرا حد، فما بيحبش حد يقراه او ما بيحبش حد يتطفل ويقتحمه، اوكي، فممكن يبتسم، ممكن يبقى متضايق، ممكن يبقى بيحاول يفصل. رجل الجوزاء بيحب يفصل امور شخصيه، ما بيبينش لما بيجي ممكن يفارق حبيبته، يبين مع واحد او واحده قريبه منه، اصدقاء، حتى مش مع الحبيبه ولا مع الصديق اللي هو متضايق منه او الصديقه اللي متضايق منها. لو في وداع يبين مع حد صاحبته أو صاحبه قريبين زي الإخوات، ده ممكن يحكي ويبقى على طبيعته خالص ويتكلم براحته، لأن هو ما بيحبش زي ما هو ما بيدخلش في أمور حد، ما بيحبش حد يدخل في أموره، وما بيحبش حد يبقى فضولي أو متطفل إن هو يقتحم حياته غصب عنه ويعرف هو إيه اللي عايزه في حياته، أوكي. نيجي لبرج السرطان. السرطان فيه شبه شوية من الحمل، رجل الحمل برضو عاطفي جدا جدا وبيحب كل الناس اللي حواليه، لو هو متضايق وبيعيط وفيه وداع هم كمان بيتضايقوا معاه ويقعدوا يواسوه ويقعدوا يهولوا الموضوع معاه، يشاركوه نفس اللحظة، ولو هو متضايق في وداع ومتضايق من الشخص اللي فيه وداع بالنسبة له أو في مشكلة، لازم كل الناس تيجي معاه على الناس ديت، على مع الشخص دوت أو الشخصية ديت، أوكي، المهم ان اللي حواليه يشاركوه، اوكي. لكن برضو بيحب كلامه كتير، ده تعبير على ان هو بيبقى متلخبط وتايه، لان دايما الابراج اللي هي العاطفيه بزياده زي الحمل والسرطان لما بيجوا يحصل فراق او وداع او مشكله بيتوتروا، فبيعبروا بده بان هم صوتهم التون بتاعهم بيعلى، انفعالاتهم، عصبيتهم، اوكي. نيجي لبرج الأسد. رجل الأسد جامد، أوكي، لما بيحصل وداع بيودع ويرد، بيودع وياخد حقه في نفس الوقت، اللي هو وخصوصا لو هو تساب بيبقى لازم هيرد، ولو ساب لازم بيسيب بسيناريو الوداع أنه هو مش غلطان، أوكي؟ يعني بيركب للي قدامه الغلط، مش بيركب قدام غلط، بس المهم ان هو ما يخرجش من العلاقه ان هو غلطان. في وداع، في فراق، الناس الوحيده اللي ممكن يبقى عادي وعلى طبيعته معاهم هو اهله، وهم اهله بالنسبه له هو الاب والام بس، اخواته ليه حساباته تانية، اوكي. لكن مع الحبيبه دايما الرجل الاسد بيطلع، فدايما هو اللي بيوجع،
ولو اتوجع لازم يرد جامد، يعني لازم يرد للي وجعته جامد. اوكي، يعني عنده نظريه ان هو لازم ينتقم او لازم يرد. اوكي، نيجي للراجل العذراء. صعب لما بيبقى في وداع في حياته، سواء صديق او في شغل او في حبيبه، بيقلب الترابيزه. لازم يقلب الترابيزه. في شويه شبه شويه من الاسد. بيقلبوا الترابيزه لان هم بيبقوا عندهم في شويه من الاسد وشويه من الثور. عنده كرامته، عنده ان هو لازم يبقى هو اللي فوق، يبقى هو النمبر 1، هو اللي مش غلطان، هو اللي مش عارفه ايه. لان لو الراجل العذراء لما بيغلط يبقى في وداع، بيبعد. بيبعد وبيختفي، ما تعرفيش عنه حاجه، ما تعرفيش تجيبيه، ما تعرفيش تعملي اي حاجه خالص. اوكي، لكن لما بيكونش غلطان ممكن يفضل ورا الشخص لغايه لما هي تصالحه، وبعد كده يرد لها. في عنده مبادئ كده بيستخدمها، عنده كذا بلان، اكتر من بلان في حياته بيمسستم نفسه عليها، ان هو لازم كروت يستخدمها في حياته. اوكي، نيجي لراجل الميزان. شبه الطور شويه برضو والجوزاء، ما بيحبش حد يطفل على حياته ولا يخشها ولا يقتحمها. وتلاقي الوداع دايما يبين ان انت انا ماشي باي باي، او في وداع سواء غلطان او مش غلطان، بس اللي قدامه غلطان. ايوه، بيفرقش معاه قوي. لا لا لا، جبروت، عنده برود. أيوة، عاطفي، ما عندوش العاطفه، عنده عقلانيه مش من قلبه، مش طالعه من قلبه، مش عاطفيه خالص. ما بيستخدمش قلبه، لان الراجل مازال ما بيستخدمش قلبه قوي. لازم يبقى واثق في حد قوي، او عارفه بقاله سنين كتير قوي، او عمل له حاجات كتير عشان يثق فيه. لكن 90% من راجل الميزان عقله مش قلبه. اوكي، فدايما بيتكتك. طب من جواه بيبقى متاثر ولا برضه من جواه مش فارق معاه؟ لا، بيبقى متغاظ مش متاثر. في فرق ما بين متغاظ ومتاثر. لان هو دايما بيبقى مسيستم حياته على حاجات معينه. اوكي، فلما بتحصل عكسها بيبقى متضايق، يعني عايز كل حاجه زي ما هو مرتب لها. لان هو بيشغل عقله، فبيبقى عامل زي القطر، مش شايف غير اللي هو عايزه. اوكي، ممكن الصوت بتاعه يعلى، ممكن، بس برضه بيقعد في شبه من كل الابراج، لان الميزان بيعرف يتلون بلون كل حد بيقعد معاه. بياخد منه وبيديله، هو ذكي. اوكي، نيجي الراجل العقرب. راجل العقرب عاطفي. اوكي، كده كده ما بيواجهش. حتى في الفراق ما بيواجهش، في الوداع وفي الفراق ما بيواجهش خالص. دايما بيستخدم الاشخاص اللي حواليه. فبرج العقرب في الرجاله عاطفي، بس بيبقى موجوع من جوه، بس بيبقى هو طماع، عايز كل حاجه. مشكله برج العقرب انه عايز كل حاجه، ومحدش من الاشخاص اللي حواليه يشتكي او يبين له او يظهر له عيوبه، او ان هو غلطان، او في الفراق انت غلطان، او في الوداع انت غلطان. بس بيتوجع. بيتوجع. اوكي، وبيحاول من بعيد لبعيد، لكن دايما بيستخدم اشخاص يحاولوا بالنيابه عنه، بيصدرهم دايما، بيصدرهم. بس ساعات الاشخاص دول ما بيعملوش نفس الحاجه اللي هو عايزها، فهنا بيجي التأثير، او ان هو يعني بيأثر في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوداع او في ردود الفعل. لكن هو عاطفي، هو عاطفي جدا. اوكي، بس هو طول الوقت مشكلته ان هو عايز كل حاجه زي ما هو مرتبها. تمام. اوكي، نيجي لبرج القوس. سيد العاطفي بقى، اجتمع في العاطفه كلها. حساس جدا، بيتأثر جدا، بيتعب نفسيا جدا، ودايما في الوداع في اصحابه اكتر من حبيبته. اوكي، لان هو عنده الصحاب، عنده حاجه غاليه، غاليه جدا. عنده. اوكي، وبرده نفس الحكايه عاطفيا، لو بيحب بيتعب جدا وبيتاثر جدا جدا جدا، وبيقعد يعني يدي طاقه سلبيه، بيقعد يندب، بيقعد يحس ان هو في كآبه، في نكد، بيقعد يدي طاقه سلبيه لكل اللي حواليه من كتر ما هو متاثر جدا. اوكي، نيجي الراجل الجدي. ده دماغ. يقول كلام حلو ان هو متاثر، لكن هو دايما بيلحق نفسه، دايما عنده حاجه سبير، دايما عنده لو حبيبته عنده وداع وفي فراق، عنده اصحابه بديل. ولو عنده مشكله مع اصحابه عنده حبيبته بديل، فعنده البديل. دايما بيلحق نفسه لان هو بيكره النكد وبيكره الوداع وبيكره انه يتاثر باي وجه او فراق. فدايما عنده البديل، يا اما واحده يقلب العلاقه ان هي تبقى حبيبته لو كان في وداع عاطفيا، ولو اصحابه بيجري في حضن حبيبته او مراته او خطيبته. فدايما عنده البديل، لان هو بيكره النكد، ما بيوقفش عند حاجه توجعه او حاجه تضايقه. اوكي، نيجي لبرج الدلو.
اداله صعب لان هو شخصيه شكاكه. اوكي؟ فدايما هو طول الوقت عنده كل يعني مع صحابه مع حبيبته كل يومين ثلاثة أو كل أسبوع عنده وداع وعنده رجوع. فبقى متعود. يعني إيه كل أسبوع أنت؟ يعني هو من كتر ما هو شخصية بتشك خناقاته ممكن يجي يتخانق كل خناقه أنا هسيبك أنا مش عايزة أعرفك تاني مش عارفة إيه. وبمجرد ما يتصالحوا ما بيبقاش في حاجة خالص. فالوداع عنده متكرر. يعني بيسيب ويرجع تاني في نفس العلاقة أكتر من مرة. يقعد يهول المواضيع وأنا مش عارفك تاني أو أنا مش عارفك تاني ومش عارفة إيه والكلام ده كله. وبمجرد ما يهدى بيرجع تاني. أوكي؟ بس لازم يزهق من الحاجة عشان يبقى هو اللي يكرر وداعها. ولما بيجي يعمل وداع هو اللي بيبقى مكرره. دايما برج الدلو في الرجالة هو اللي بيبقى مكرر الوداع مش اللي قدامه مكرر الوداع. لانه دايما بيتلكك للي قدامه. طب لو اللي قدامه عايز يسيبه يعمل ايه؟ بيقعد يعرف يعمل اي حاجه ان هو يعرف يرجعه تاني. بهديه، بكلام، باصحاب، باللي حواليه، بزن، بمفاجآت. كل لكن هو يعني. اللي بيكرر لكن هو اللي بيكرر انه يسيبه. لما بيسيب بيجيب لك كل الحاجات الوحشه اللي انت بتعمليها او اللي صاحب بيعملها يحطها قدامه ويبتدي يدي مبرراته. اوكي؟ ان هو استحمل كتير يعني. راجل الحوت راجل عاطفي. اوكي؟ هو سلبيته دايما هي اللي بتوديه للوداع. اوكي؟ لان راجل الحوت سلبي شويه، ما بيحبش يواجه، ما بيحبش النكد فبيهرب. اوكي؟ لكن هو عاطفي وحساس الوداع بيوجعه طب لما بيسيب بقى بيقعد يعيط ولا بيقعد لا بيختفي، هو سلبي بيختفي ما بيعرفش يواجه، بيختفي لغايه يا اما الطرف الثاني يجي يصالحه لا اما حد يجي يتدخل ويشوف حل، لان هو من الناس اللي بتتوتر في المشاكل او في الوداع او في الحاجات دي. ودايما علشان هو بيبقى عاطفي وحساس فما بيبقاش عايز يبين وجعه او حزنه قدام الشخص اللي قدامه سواء واحد او واحده. فبيفضل ان هو يبعد عشان ما حدش يبقى شايفه في الصوره ديت. بس كده احنا خلصنا ال 12 برج. يلا نبدا بقى على البنات. نخش على البنات. يلا تفرحي قوي لما طبعا بحس ببهجه في وشك كده. اكيد عشان ختامه مسك يعني في احلى من البنات. ماشي حاضر هنقول لها. انت عندك حق فعلا. نيجي برج الحمل. ست الحمل قويه. اوكي؟ هي ممكن تمثل ان في وداع وان موجوعه وان الحاجات دي كلها، لكن هي من داخليا جبروت. اوكي؟ هي بتبقى متكتكه وعارفه كل حاجه بتعملها. يعني بتمثل ان هي متضايقه وموجوعه بس من لان هي طول الوقت لان هي طول الوقت بتبقى لو بتحب بتتلكك للي قدامها عشان بتبقى عايزه حاجه. او بتبقى عايزه تختفي شويه. اوكي؟ دايما في سيناريوهات في حياتها. اوكي؟ ولو هي تثابت بتعمل اللي ما يتعملش عشان ترجع تنشن هي اللي تسيب. يعني الموضوع عندها ان هي عشان كرامتها قوي هي اللي لازم تسيب. مش هي ما تتسابش. سواء صديقه سواء صديق سواء حبيب. اوكي؟ سواء يعني 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 سواء ولاد اصدقاء يعني. هي اللي تسيب ما تتسابش. ولو تثابت بتقعد تعمل سيناريوهات قد كده اهو ان هو لازم يرجع او ان هي صاحبتها عشان لازم هي ترجع اللي تسيبه. عشان هي اللي تبعد وهي اللي تقلب الترابيزه. اوكي؟ لان هي بتشغل الاول 75% من ست الحمل عقلها. 25% بس قلبها اللي بتصطدمه ومع ناس قليلين جدا في حياتها. اللي بتشغل معاهم قلبها. اوكي؟ ناس الدايره بتاعتها صغيره دايما ودايما ناس قريبين قوي اللي بتشغل معاهم قلبها. هي قويه. ست الثور ست قويه جدا جدا جدا، عقلها اللي شغال بس. قلبها بيشتغل حوالي مثلا 20% 15%. وبرده لازم تكون بتحب قوي سواء اخ او صديق او صديقه او حبيب. بس ست الثور ما بتنساش بسهوله. ما هي لازم تعاقب بس في الوقت المناسب. ثابت بتعاقب. بس دايما بتنقي الوقت المناسب اللي تعاقب فيه او اللي ترد فيه. مش همجيه. مش متسربعة، لا تقيلة. تحب تاخد الحاجة اللي ما تغلطهاش، الحاجة اللي صح، من زاوية صح، اللي هي الحاجة الكاملة. دايماً بتدور على الكمال. فبتعمل حاجات في الوقت المناسب تبقى كل الظروف مساعدة سامحة يعني ومساعدها على 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 رد الفعل. اوكي؟ عن طريق حد، عن طريق أي حاجة، بس المهم تنقي سيناريو يكون مناسب جداً من كل الزوايا. ما يغلطهاش. ما يغلطهاش خالص. اوكي؟
لكن هي بترد، لكن هي ما بتبينش وجعها خالص. يعني في اي وداع هي جبروت ما تبينش ولا كاني في اي حاجه خالص، ممكن تبقى بتتقطع من جواها بس بتدي حق غير. اوكي، نيجي لبرج الجوزاء. جبروت امراه، سواء بقى هي ثابت في الحالتين، هي ما بتغلطش. اوكي، في الحالتين بترد. سواء هي اللي ثابت او ثابت، وغالبا بيبقى اكتر هي اللي بتسيب. اوكي، لان هي بتزهق بسرعه، هي ملوله بتزهق بسرعه من اي غلطه او اتنين، ما بتديش ما بتسامحش. اوكي، لان هي مشغله عقلها طول الوقت، طول الوقت عندها حسابات، عندها اكتر من بلان، اكتر من سيناريو. اوكي، فيها شبه من راجل الميزان، بتشغل دماغها زياده عن اللزوم، بتبقى عارفه سواء السيناريو بتاع ده ايه، والسيناريو بتاع هنا ايه، والسيناريو بتاع هنا ايه، لان هي عايشه بفكر غير عادي. اوكي، ودايما بتحب اول يعني دايما حبها بيبقى عقلها هو اللي مشغل قلبها، مش قلبها اللي شغال لوحده. اوكي، لان هي شوي وبتحب الشكل العام بيبقى حلو قوي، ففي الوداع بتحب شكلها يبقى حلو، حتى بتودع المنظر العام يبقى حلو. اوكي، تحس ان هي حاسه طول الوقت ان في كاميرا، في حد بيصورها، في حاجه، فلازم يبقى الصوره تطلع حلوه يعني. اوكي، نيجي لبرج السرطان. بيهول المواضيع دي بقى، هي اللي طول الوقت بتسعى للوداع بطريقتها، او يمكن هي بيبقى عندها احساس ان هي طول الوقت هتتساب. بالظبط، دايما في مؤامره. في دايما مؤامرات، او بتحسها هي بصت السرطان، الثقه في نفسها كلها جايه في الشغل مش جايه في العاطفيه. ما عندهاش ثقه في نفسها. طول الوقت ما عندهاش عاطفيا، ما عندهاش ثقه، عمليا عندها ثقه فوق العاده، لانها شاطره جدا، او الحظ عملياً. كله جاي عمليا اكتر من عاطفيا، لان هي ما عندهاش حظ عاطفيا، فدايما عندها نظريه المؤامره، وان في خداع وفي كذب وفي مش عارفه ايه، وشكاكه وبتهول المواضيع كتير، فهي اللي بتجيب الطاقه السلبيه لغايه عندها، بتخلي الوداع يبقى اسرع، بتخلي النكد اكتر، بتخلي قدامها ينفر منها بسهوله. بالظبط، او بتهول المواضيع فبتخلي اللي قدامها يطلب يعني يطالب بالوداع، سواء صديق او حبيب. طب دي جايه من العاطفه ولا جايه من الدماغ تفكير؟ لا، جايه من كتر ما هي قاعده بتراقب بزياده، مركزه بزياده قوي. هي بتدي كتير فبتركز كتير، بتبقى واخده، هي بتعمله بحب لان هي بتشغل قلبها اكتر من عقلها. تمام. بس اللي قدامها بيزهق من كتر ما هي بتعمل من زنها دراما ومن تبعتها الزايده ومن الحياح ومن الزن، بيزهق منها بسرعه، عشان هي طريقتها، هي بتبقى عايزه تحتوي اللي قدامها، هي فاكره ان طريقتها تنفع مع كل الابراج، بس بتنفع مع ابراج بس مش كل الابراج. اوكي، لان هي اللي المفروض تديه في سنه بتديه في شهر، فاللي قدامها اخذ اللي هو المفروض. اي علاقه ما بين اتنين سواء اصدقاء او حب بيبقى مكتوب لهم حاجات هيدوها وهياخدوها من بعض على مدار الفتره الزمنيه اللي المفروض هيعرفوا بعض فيها. اوكي، في ناس بتديها بالمعقول، وفي ناس بتديها بتكثفها، وفي ناس بتخلصها بسرعه. فالطرف التاني بيزهق، ان ما عندوش حاجه ياخده تاني من اللي قدام. فالوداع هي دايما بتسعى عليه، بس هي ما بتبقاش قصده انها تسعى له، هي طريقتها هي اللي بتسعى لده. تمام. اوكي، نيجي لست الاسد. هي عاطفيه. اوكي، بس مع الناس اللي بتحبهم بس، يعني هي عاطفيا موجود، قلبها شغال وعقلها شغال، بس هتشغل قلبها مع مين وهتشغل عقلها مع مين، هي بتحسبها في الاول مين تشغل معاه قلبها ومين تشغل معاه عقلها. اوكي، والى ان يظبط عكس كده هنا وهنا. اوكي، بس في الوداع بتحب ترد. اوكي، في الوداع بتحب ترد، ولو هي بتغلط او هي اللي غلطانه في الوداع ممكن تستحمل اي حد قدامها، علشان ما بتحبش تطلع نفسها غلط. اوكي، هي ذكيه، بتعرف ترد، بتعرف عندها الحنكه انها بتعرف ترد، بتعرف تعمل، لو هي غلطانه في الوداع بتعرف ترد رد ان هي ما تطلعهاش في الاخر غلط، او يعني بس بتسكت، بتواجه. تمام، بتواجه وتناقش وتتعامل. ما بتعرفش تسكت. اوكي، نيجي لست العذراء. طيب سابي، قبل ما نروح على العذراء، اوكي، هنطلع بس الفاصل الصغير يا جماعه، وهنكمل لسه مع خبيره علم الفلك والابراج سابي وبرجك. ايه، خليكم معانا.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين ان بوكس برجك ايه مع خبيره علم الفلك والابراج سابي. سابي هنكمل كلامنا بقى عن برج العذراء في البنات وازاي بيودع بقى حبيبه او اصدقائه. اوكي، برج العذراء في البنات حد ناعم ليدي قوي، عذراء وهي فعلا تحس انها ناعمه. هدوءها هو اللي بيخلي حتى لو هي غلطانه او اللي قدامها غلطان هي بتبقى هاديه. اوكي، حتى لو متضايقه من اللي قدامها بتسكت وساكته لان هي بتعرف تمتص الراجل اللي قدامها. ذكيه، بتعرف تمتص الراجل اللي قدامها، بس لو هو غلطان اللي هو استنى انا هرد عليك بس مش دلوقتي اصبر انا بجمع لك. عندها ذكاء في التعامل. لان هي اساسا في حياتها لما حد بيعمل مشكله حبيبها او صاحبتها ما بتضايقش حد من اول مره، بتسيبك تغلط مره واثنين وثلاثه اربعه وتسامحك، بس ما بتيجي في الرابعه بتجيب لك من اول الصف. بتجمع لك بقى. وتنقي الوقت المناسب. اوكي، هي ذكيه ونعمة، فهي دايما بتعرف تمتص اللي قدامها. ممكن تضحك في وش في الوداع، تضحك تقلبها تهريج، هي طفله تقلبها زي الاطفال. اوكي، بس هي حساسه جدا جدا وعاطفيه جدا جدا لانها بتحب الحب، لانها طول الوقت بتدور على الحب والاحتواء من اصدقائها ومن حبيبها. اوكي، نيجي لست الميزان، ست قويه جدا جدا. اوكي، برضو عندها كرامتها، عندها اهم حاجه في حياتها، ففي الوداع سواء هي اللي بتودع او حد ودعها. اوكي، بتبقى ماسكه نفسها جدا جدا، مش عايزه تبان اللي قدامها. بس الا اذا اللي قدامها استفزها. اوكي، الا اذا اللي قدامها استفزها، وبتبتدي لو اللي قدامها استفزها بترد، وترد تطلع كل غلطات وعيوب الشخص اللي قدامها على الترابيزه. اوكي، لان هي ما بتحبش تسكت، هي ما بتعرفش تسكت، لازم هترد. بس هي بتكتك برضه، بتفكر كده امتى ترد. ما هي لو على حسب، لو اللي قدامها ودع بهدوء وفي صمت بتودع وهترد بس في الوقت المناسب، لكن لو اللي قدامها وهو بيودع استفزها سواء صاحبه او صاحب هترد وهتحط كل الوحش اللي بيعمله الشخص اللي قدامه والحلو لو حتى بيعمل وحش على الترابيزه. وتمشي لكل الناس هتقول لهم ان هي مش غلطانه وطول الوقت ماشيه بتدافع عن نفسها. لان هي ست قويه جدا جدا جدا، وبتعرف تنقي الكلام اللي تقوله اللي بيه تقلب الترابيزه على اللي قدامها. ما تغلطش نفسها بالظبط، الا اذا اللي قدامها استفزها او حسسها ان هي ولا حاجه او ان هي قال هنا انت كده جيت على كرامتها جدا. واللي يجي على كرامه ست الميزان يستحمل اللي هيشوفه. اوكي، نيجي لست العقرب، ذكيه جدا 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 جدا، عندها حنكه، ما بتسكتش غير لما بترد، ما بتعرفش ما تردش بكل الطرق، وردها ما بيبقاش بطريقه واحده، ردها باكتر من طريقه ومع اكتر من حد، لانها برضو بتستخدم الاشخاص اللي حواليها. هي بترد وبتخلي كل الصحاب يردوا وكل اللي حواليها يرد. اوكي، لكن في الوداع بتتعب، الحاجه الوحيده اللي تتعب ست العقرب الحب. لا الصحاب ولا الاهل ولا اي حاجه، الوداع اللي يتعبها بس هو وداع الحبيب او الزوج او الخطيب، دي الحاجه اللي توجع ست العقرب. بس هي بتكتك برضه عشان ازاي ترجع او تحافظ على الشخص اللي بتحبه، وبترد وبتعرف ترجعه تاني وبتعمل سيناريوهات وحاجات كتير، بس اكتر حاجه توجعها وداع الحبيب بس. لا الاهل ولا الاولاد ولا الاصدقاء يوجعها زي وجع الحبيب. لان هي طول ما هي عايشه ما بتقدرش تعيش من غير راجل في حياتها. فطول الوقت بتدور على الحبيب انها تتحب وتتحب. حتى لو كبيره جدا في السن ما تفرقش معاها الحاجات دي خالص. اوكي، نيجي لست القوس. ست القوس عاطفيه جدا جدا جدا، بس طريقتها دايما بتضيع حقها. اوكي، بتتوجع في الوداع وده بيبان على ملامحها، لان هي ما بتعرفش تخبي. حتى لو هي ساكته وما بتحكيش ملامحها بتبين عليها، طريقتها بتبين عليها. اوكي، لكن عندها برضو كرامتها توجعها قوي 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 قوي، الطريقه تختلف معاها، طريقه الوداع تختلف معاها جدا جدا جدا. لو اللي قدامها عمل وداع سواء صاحبه او حبيب بطريقه شيك بتتقبل ده، بس بتبقى زعلانه وموجوعه. لكن لو بطريقه مش حلوه بتتعصب جامد جدا وبترد، وبتبقى ولو هي على حق ممكن تغلط تضيع حقها. اوكي، نيجي لست الجدي. ست الجدي بتتوتر لما بيحصل وداع سواء مع حبيب سواء مع اصدقاء، بتتوتر وبتقعد تراجع حساباتها تاني، بتقعد تسال نفسها اسئله وتراجع حساباتها
وهي سايلنت، هي وهي ساكته بتعمل ده مع نفسها. اوكي، بس لو اللي قدامها في الوداع ليه معزه عندها او غاليه عندها، بيبقى ردها غير لما بيبقى اللي قدامها مش فارق معاها. اوكي، لكن هي بتتوتر. بتتوتر لان هي حساسه زياده عن اللزوم. اوكي، هي بتعرف ترد برضو، هي شبه ست السرطان شويه في ايه؟ في ان حظها اكتر عمليا اكتر من عاطفيا. اوكي، حظها كله جاي في الشغل، اكتر من الحياه العاطفيه. اوكي، لكن هي ساكته ودايما بتخزن الوجع. ما بتبقاش عايزه حد يشاركها او حد يعرف. لازم يبقى حد قريب قوي، وبيبقى حد قليل، يعني قليلين قوي في حياتها عشان تحكي له، عشان تحكي واذا حكت كمان. اوكي، نيجي لست الدلو. ست الدلو بتهول المواضيع، فيها شبه من راجل الدلو شويه. يعني ايه؟ هي عامله زي الطفله، ست الدلو عامله زي الطفله، بتتوتر كل الاحداث بتحصل لها، بتتوتر، بتتوجع لانها حساسه جدا وبتدور على الحب. فسواء بقى اصحاب، سواء قرايب، سواء حبيب، بتتوجع وبيبان عليها وبتقول. اوكي، بس الحاله الوحيده اللي ممكن ما تقولش فيها لو حد عاملها بطريقه مش حلوه او باسلوب مش حلو خالص. هنا ممكن تقلب الترابيزه وما تبقاش عايزه الشخص ده تاني، سواء حبيب او صديق او حاجه، وبتتحول لاسد، بتتحول لان هي لازم ترد او هي اتوجعت. اوكي، نيجي لست الحوت. ست الحوت عاطفيه جدا 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 جدا. هي ما بتتكلمش بس بيبان عليها، بيبان على وشها، بيبان على طريقتها. عينيها بتبقى حزينه، طريقتها بتبقى مش هي اللي متعودين عليها، لانها حساسه جدا 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 جدا. اوكي، وبتتوجع جدا، سواء بقى اصحاب، سواء اهل، سواء حبيب، بس اكتر حاجه توجع ست الحوت هو الحبيب. توجعها جدا ان هي لما بتختار انها تحب، بتحب بجد. فلما بيحصل وداع من ناحيه الحبيب، اوكي، او عاطفيا، بتتوجع جامد قوي قوي، وممكن تتعب، وممكن تختفي، وممكن تبقى واخده جنب لوحدها. بتاثر بسهوله عاطفيا جدا جدا جدا. كده احنا خلصنا ال 12 برج. حلو قوي، عظيم جدا. ندخل بقى على اس ام اسز. يلا بينا. يلا بينا. ممكن اعرف التوافق ما بين بنت 20/6 وولد 21/6 بينهم يوم واحد؟ احنا مخطوبين وكنت عاوزه اعرف كل حاجه والحاله الماديه بالنسبه للولد. اوكي. البنت 20/6 هي اخر يوم في الجوزاء، بس تاخد من السرطان عشان هي او اخر 10 ايام، فهي ذكيه جدا جدا. هو 21/6 هو سرطان، هو سرطان، بس ياخد برضه من الجوزاء علشان اول السرطان. اوكي، هي اذكى منه بكتير، هي اقوى منه، هي اللي بتحرك الدنيا. اوكي، بس هو عنيد، هو ممكن يبقى مستحمل واوكي اوكي اوكي اوكي، بس لو هو هي خنقته هيقلب الترابيزه، لان راجل السرطان الجوزاء ما بيحبش الزن، ما بيحب الطريقه تختلف معاه. لو الطريقه شيك او فيها شياكه بيستحمل اي حاجه من الطرف اللي قدامه، لكن لو الطريقه فيها اوردر، فيها زن كتير، بيهرب. اوكي، فبقول لها هي هو بالنسبه له الفتره الجايه عنده حلوه، عنده نقله من مكان لمكان، من شغل لشغل، من بيت لبيت. اوكي، بس الفتره دي يخلي باله ان هو عنده زي مؤامره، عنده حاجه مش حلوه، في عنده احداث هتحصل مش حلوه عنده، فيخلي باله. لكن بالنسبه لها هي الدنيا عندها حلوه جدا جدا جدا. والبرجين وبرج الجوزاء بوجه عام الفتره دي عندهم ارتباط، يعني برج الجوزاء الفتره دي عندهم الارتباط هيكمل، يعني هما ان شاء الله كده هيتجوزوا بالظبط. بس انا ما انصحهمش كبرجين منهم يوم، بس يعني يمكن لما يكون مثلا جوزاء حد في 5 وحد في 6 اوكي، لكن الاثنين في 6 بتبقى خير ان شاء الله. ربنا يكرمهم ويتجوزوا باذن الله. ان شاء الله. طيب، كمان الهام معانا بتقول انا برج العقرب وخطيبي جوزاء، عايزه اعرف في توافق في الحياه العاطفيه والماديه ولا لا؟ في توافق، العقرب راجل والجوزاء في توافق، الاثنين اذكياء، الاثنين بيشغلوا دماغهم، وست الجوزاء ذكيه جدا. لا، والعكس، هو هي الجوزاء. لا، هي العقرب وهو الجوزاء. هي في 11؟ هي العقرب. اوكي، ست العقرب برضو ذكيه جدا جدا جدا، والجوزاء بيحب الراجل الذكي، الست الذكيه جدا جدا، دايما بتدور على الست الذكيه اللي بتشغل دماغها. في توافق ما بينهم على فكره، سواء راجل عقرب او ست عقرب او العكس، والجوزاء والعقرب في بينهم توافق. بس هي بالنسبه لها بتدور على حاجات، يعني
رجل الجوزاء لازم ياخد وقته عبال ما يتعود على الطرف اللي قدامه، يفهمه يقراه، او بمعنى اصح بيبقى الجوزاء عايز ياخد وقت كده عشان يحط مبادئ او بلان عشان الطرفين يلتزموا. فهي ست العرب بتبقى مسربعه شويه، لكن راجل الجوزاء عنده جواز او علاقه هتكمل الفتره دي، بقول لها اهدي شويه، لان العقرب الفتره دي متوتر، سواء راجل او ست الفتره دي العقرب متوتر لانه كان مستني رد في حاجه ولسه ما حصلش. تمام. طيب معانا مسج تانية بتقول انا برج الميزان 26/9 عايز اعرف التوقعات، وفي واحد متقدم واحنا موافقين عليه هو 27/6، عايزه تعرف هل في توافق ما بينهم ولا لا؟ هي ميزان، هي 26/9 وهو 27/6. هي 26/9 هي ميزان بس تاخد من العذراء، وهو 27/6 هو سرطان ياخد من الجوزاء، الاثنين ينفعوا مع بعض. اوكي. لكن هو اهدى او ردود افعاله ابطا منها شويه. اوكي. بس برضو عشان ملمس جوزاء شويه فبرضو الدنيا عنده حلوه. يعني لو داخل في علاقه او في ارتباط الموضوع هيكمل بالنسبه له. هي بالنسبه لها عذراء وميزان، الميزان الدنيا عندهم حلوه جدا جدا الفتره الجايه، امورهم ماشيه، فلو في هم بيقولوا عشان الارتباط صح كده؟ بالظبط. الموضوع هيكمل وهيمشي، ان الاثنين عندهم الفتره الجايه عندهم الدنيا حلوه. طيب الحمد لله. طيب كويس جدا. كمان يويا بتقول 31/5 رجل و 21/7 انثى، عاوز اعرف التوافق وهل مناسبين لبعض ولا ايه الموضوع؟ هي 21/5. هي 21/7. هي 21/7 وهو كام 5؟ 31/5. هو 31/5 هو جوزاء واخد الطور. برضو عندهم ارتباط والدنيا ماشيه حلو. هي 31/7 هي اول يوم في الاسد سرطان. وتاخد من سرطان. اول يوم في الاسد وتاخد من سرطان. بقول لها الفتره دي عندك حلوه جدا جدا عمليا اكتر، عاطفيا من بعد شهر 9، لكن عمليا الفتره دي عندك حلوه جدا، يعني امورها ماشيه والدنيا حلوه بس عمليا اكتر. اوكي. ارتباط او اي حاجه سواء هو او غيره في 9 الحاجه هتتاكد، سواء هو او غيره. بس هي عندها ارتباط جديد، عندها ارتباط جديد. هيحصل ارتباط وهيكمل، بس في 9 الصوره هتبان اوضح، سواء هتكمل مع ده او حد جديد هيظهر لها. طيب سابي، بما ان احنا بقى في شهر الاسد، ممكن تكلمينا عن توقعات برج الاسد؟ اوكي. تعالى نتكلم عن البرج الاسد بس ولا نتكلم على الابراج كلها؟ الابراج عموما كلها في الفتره دي شهر 8. الابراج بس مش برج برج، يعني ناخد برج برج. لا مش برج برج، هو مفيش وقت، عايزين نتكلم عن الاسد. طيب الاسد السنه دي او الشهر ده الفتره دي، اوكي، عنده اموره العمليه اكتر هتظبط، يعني عنده اكتر من عرض هيظبط. تمام. بس ما مش هو يبقى صاحب القرار، يا اما يسال حد، لانه في امضاءات هتحصل له كتير، امضاءات عقود، امضاءات عقد بيت، امضاءات عقد شغل، امضاءات عقد عربيه. ف يعني سواء راجل او ست عندهم حاجات جديده تحصل لهم، سواء على الصعيد العملي او المهني. تمام. اوكي. العملي او الشخصي. اوكي. سواء حاجات في بيت او حاجات عمليه. بس هو ما ياخدش القرار، يا اما يلجا لمحامي، يلجا لحد صاحبه بيفهم، يلجا لحد غيره. يعني في التوقيت ده لازم يعني يستشير حد متخصص. بالظبط. في اي موضوع هياخد فيه قرار يستشير حد متخصص، هينفعه اكتر من ان هو لوحده. تمام. اوكي. لان هو سواء يعني في الامور زي دي هو بيبقى احسن بيفكر لغيره احسن ما بيفكر لنفسه. فاحسن لحد يفكر له. ده على الصعيد العملي. على الصعيد العاطفي احنا كنا بنقول من شويه هيظهر له كام حد الفتره دي عايز يرتبط بيه، او عايز في ما بينه كيمستري. اوكي. يتعامل عادي، لكن القرار ياخده في 9. يتعامل عادي خالص، بس القرار ياخده في 9 احسن، سواء بنت او ولد. اوكي. راجل الاسد او ست الاسد الفتره دي خلي باله من الناس اللي حواليه، لانه عنده خيانه من حد. يا ساتر. اوكي. سواء في الشغل، سواء في الصحاب، سواء في الشخصي، عنده خيانه من حد، فيفكر كويس في الناس اللي حواليه
ويفكر في كلامهم. لان هو الاسد ممكن يتسربع في وقت من الاوقات، لما بيبقى مرتاح لاشخاص ممكن يرد بسرعه، فياخد وقته شويه، بلاش يرد بسرعه عشان ما فيش حاجه تحسب عليه. دي توقعات. وماديا الفتره الجايه عنده برضو كويسه، عنده طلوع. يعني الفتره دي برج الاسد عنده زي البدايات لفرشه لحياه جايه سليمه سعيده. اوكي، يعني الفتره دي برج الاسد عنده زي ما كده بالظبط اول السلم اللي بيطلع عليه لبدايات عمليا وعاطفيا وشخصيا. اوكي، بدايه لمرحله جايه طويله حلوه، بيحط الخطه الصح وماشي صح. قواعد بتاعتها. يا مسهل الحال. بس فما يقلقش على برج الاسد سواء راجل او ست، واي راجل برج اسد يجي له شغل في سفر يسافر. لان حظ راجل الاسد بره الدوله اللي هو عايش فيها اعلى واقوى ماديا وعمليا من البلد اللي هو مولود فيها. اوكي؟ طيب، يعني يا رب خير. كل سنه وانت طيبه يا سابي، نورتينا. يا سابي نورتينا جدا والله. وانا كمان والله كنت مبسوطه، وان شاء الله كمان اللي جاي احلى. نتابعها خير ان شاء الله باذن الله. شكرا يا فاروق. كده احنا حلقتنا من انبوكس خلصت، نشوفكم على خير ان شاء الله.